مشاهدينا، لعلنا نتابع عبر شاشتنا هذا الخبر العاجل الذي أفادت به مراسلتنا بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، وأعلنت فصائل فلسطينية بأنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية من نوع M90، وأشارت إلى أن هذه الهجمات تأتي ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على مجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. إذن نذكر بهذا الخبر العاجل، وهو أن صفارات الإنذار تدوي عقب انفجار كبير في تل أبيب، حيث أعلنت فصائل فلسطينية مسؤوليتها بأنها عن هذا الانفجار، وقالت أنها رشقت تل أبيب برشقة صاروخية من نوع M90، وأشارت إلى أن هذه الهجمات تأتي ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على مجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على مدار عام.